واحد بيقول لماذا شك يوحنا المعمدان في السيد المسيح لما ارسل تلميذين وقال له انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ لم يكن شكا، انما اراد ان تلاميذه اللي بعتهم يتأكدوا بنفسهم ويشوفوا ايه المسيح ومعجزاته اللي يؤمنوا به ويعرفوا ان هو الاتي. لان يوحنا المعمدان نفسه ساعة العماد شاور للمسيح وقال هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله، وقال ان ربنا اوحاله وقال له اللي هترى على رأسه حمامة يبقى هو ده. فيوحنا كان يعرف تماما انه هو المسيح، بل انه بالذات قد جاء ليعد الطريق امام المسيح. فازاي هيعد الطريق امام واحد ما يعرفوش؟ ثم اذا كان ما يعرفوش ازاي ساعة العماد قال له انا المحتاج ان اعتمد منك، انا لا استحق ان انا انحني واحل سيور حذائك؟ فده كلام واحد ما يعرفش، مش معقول. وايضا ورد في يوحنا 3، انجيل يوحنا اصحاح 3، ان لما جولوا قالوا له اللي انت كنت بتتكلم عنه بيعمد ناس، قال لهم من له العروس فهو العريس، انا مجرد صديق للعريس بنظر من بعيد وافرح. اذا هو كان يعرفه، مش بس يعرفه، كان يعرفه ويشهد له، بدليل ان في اول انجيل يوحنا بيقول لم يكن هو النور وانما ليشهد للنور. لم يكن هو النور انما ليشهد للنور. كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء ليشهد للنور ليؤمن الكل بواسطته. اذا هو جاء للشهادة لكي يؤمن الكل به، فازاي نقول ما كانش بيعرف؟ ولو كان من النوع اللي بيشك، ما كانش السيد المسيح قال عليه في متى 11 ان لم تلد النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان؟ وان كان بيشك ما يبقاش هو الملاك الذي يهيئ الطريق قدامه. هو بس ارسل تلاميذه يسألوه السؤال ده عشان يشوفوا ايه اللي بيعملوا، ايه المعجزات العظيمة، فيؤمنوا بيه وينضموا الى قيادته. وفعلا تلاميذ يوحنا صاروا تلاميذ المسيح، من ضمنهم يوحنا الحبيب واخوه اندراوس.